جدا لو انت طيبه يا ست الحبايب يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا امي يا ربي خليك يا امي يا ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ما بيبانش على حقيقته، وبالوالدين احسان. ايوه وبالوالدين احسان، لازم نحسن للاب، لازم نحسن للام، لازم نرد لهم كل جمايلهم وكل عطائهم لينا. حلقتنا هتنقسم جزئين، الجزء الاول عن الام بمناسبه عيد الام ست الحبايب، والجزء الثاني عن الاب. النهارده هنتكلم عن الام. الام يا جماعه رحله طويله بتقضيها وبتعيشها، وكل رحلتها مشاق وتعب وقلب، لكن عمرها ما اشتكت وعمرها ما بكت من ابنها او بنتها الا في سن معين. طيب نطلع فاصل ونكمل كلامي. Yeah.
الحبايب يا حبيبة، يا أحلى من روحي أو يا أغلى من روحي وقلبي يا حنينة وكل اقتباط، يا ربي يخليكي يا أمي. طبعا إحنا النهاردة مش هدفنا من حلقتنا إننا هنفرح ناس وإننا نبكي ناس، لا بالعكس، إحنا هدفنا أسمى من كده بكتير. هدفنا إن إحنا هنذكر فضل الأم، فضل الأم اللي عاشت وربت وكبرت وما زالت على قيد الحياة المفروض واجبنا نحوها إيه، وكمان الأم اللي توفاها الله رحمة الله على جميع الأمهات. هنفتكرها في عيد الأم، هنفتكرها إزاي؟ ممكن تكون مشاغل الحياة نسككم حاجات كتير، المشاكل وضغوط الحياة سواء المادية الاجتماعية المهنية، كل ده نسى الإنسان حاجات كتير. أيوة في ناس قاعدة دلوقتي بتسمعني بتقولي محدش بينسى أمه، وعارفة إني مامتهم متوفية. طبعا محدش بينسى أمه ولا بينسى باباه، لكن النهاردة بنركز على الأم، والحلقة القادمة بإذن الله عن الأب. الأم حتى لو توفت بنيجي في عيد الأم بنبدأ إن إحنا نتذكرها، إحنا متذكرينها كل يوم لكن بنتذكرها أكتر، بنقترب إلى الله أكتر بالدعاء لها والرحمة لها والمغفرة لها. بتقعدي وتعيدي شريط حياتك وشريط ذكرياتك، وإنتي لو أم هتكوني زيها، فلازم تذكري الرحمة وتدعي لها وتقري قرآن في اليوم ده. اليوم ده هتكسبي كتير جدا لأنك انت هتتذكري والدتك أو انت هتتذكر والدتك وهتقرأوا قرآن، يعني كمان هتتذكروا ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر بقراءة القرآن وبالسور الدينية بالصدقات. هتعملوا كل الفروض الخمس أو أغلبها بتاعت الإسلام في اليوم ده. تخيلوا ان في ناس كمان بتروح في شهر عيد الام وهو في نفس الوقت شهر رجب علشان تأدي عمرة وتعتمر وتعمل عمرة لامها او يعمل عمرة لامه. شفتوا بقى انه بيحتفل بمامته اللي توفت او هي بتحتفل بمامتها اللي توفت طبعا بيقروا قرآن، في منهم اللي بيقرأ قرآن وبيصلي وبيقيم الليل، في منهم اللي بيطلع عمرة، في منهم اللي بيروح المقابر وبيقرأ الفاتحة وبيتذكر روحانيات الأمومة وجمالها. يعني عيد الأم تذكرة للأم الباقية وللأم الراحلة. طيب الأم يا جماعة احنا هنتكلم عن دورها بصفة عامة. طبعا احنا قلنا ان الأم رحلة، أيوة رحلة، رحلة بس رحلة كلها مشقة، رحلة كلها ألم وكلها وجع وكلها أهات، بس عمرها ما بتقول آه، حتى لو قالت أو اتألمت بتتألم جوه نفسها، ما بتحاولش إن هي تبين لابنها أو بنتها. الأم بيبتدي ألمها بداية من الحمل وممكن من قبل الجواز، بيبقى عندها يعني نفسها تتجوز عشان تخلف. بعد ما اتجوزت لو الحمل بيحصل تأخير بتبقى عندها الست بصفة عامة عندها عاطفة الأمومة عالية جدا، وطبعا ده بيبقى حسب قضاء ربنا، في ناس بتنجب وفي ناس ما بتنجبش، يعني ما بيبقى ربنا لكل شيء سبب ولازم نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وله في ذلك حكم. فطبعا بتبتدي ان هي لو خلفت، حصل حمل وخلفت وحملت، بتبتدي ان هي بتحس 9 شهور كاملة، 9 شهور بتتألم، 9 شهور بتتوجع، بتاخد أدوية. بيبقى في ناس كتير جدا بتعاني من ألام في الحمل ورغم الألم رغم السعادة. طب نشوف كده الأم اللي بتتألم في حملها. معلش معلش بابا بابا مش قادرة
تنامش. احمل. ايوه يلا يلا. لا 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 اكتمي صرخه لتحت عشان راس العيل تنزل. الدكتوره جت قوي بقى. الدكتوره جت. الحمد لله جت. النون معاكي؟ ايوه حبيبتي. اوضه النوم فين؟ هنا. اهلا اتفضلي. انت رايح فين؟ تعالي يا دكتوره بتاعني. طب اطلع اطلع. اهلا وسهلا خطوة عزيز. ماما طلعتوني بقى. انت خايفه من ايه؟ لا خايف من ايه؟ ده انا خلفتهم سبعه. نبيله. لا 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 ما تشيليش انت. عشان اتضايقت لهم ان بنت. يا ساتر للدرجه دي؟ كان جهل والله. يا بنتي انت عندك اخواتك البنات احسن من 100 ولد وراجل كمان. تعبي طفلك يا ماما. ايوه كويس اهو. انت ربنا مش هيرزقك غير البنات عشان طولة لسانك دي.